ممكن عادي. في عصابية كان في ماتش في سموحة، انا الماتش ده ما رحتوش معاهم، بس انا سمعت ان هو دخلهم بين الشوطين، كان الاهلي تقريبا يا كسبانين واحد يا اما كنا فرقتنا كنا مغلوبين او متعادلين. هو دخل بين الشوطين كسر الباب برجله ورجله اتعورت من الازاز، يعني حتى في اوضه نادي سموحه ما رحت بعد كده لقيتهم مغيرين ومركبين حاجه في الباب اكليريك كده مش ازاز خلاص بقى، عشان ديفيد لو جيت تاني ما يكسرش. وفي الدوري برضه في حسن مصطفى ما بيتعصب بعد الماتش الاولاني اللي احنا واحنا كسبانين، ديفيد بيتعصب معظم الوقت واحنا كسبانين مش واحنا خسرانين بنكسب، هو شايف ان احنا ممكن نكسب نعمل اداء احسن من كده بكتير، نكسب اكتر من كده بكتير. انت ممكن تبقى لاعب وحش وكسبان فرق واحد او اتنين، هو ممكن يتعصب علينا يبهدل الدنيا يعني، عشان هو عايز يزرع فينا حته ان انت طالما قادر ان انت تدوس على الفرق اللي قدامك وتكسب ان شاء الله فرق 50 انت تعمل كده، لكن انت تبقى عندك المقدره وتلعب بدلع واستهتار انا كده كده كسبان، هو بيرفض الحته دي تماما. فبعد ماتش الاولاني ماتش الزمالك لا عمل حاجات صعبه في الاوضه يعني.